أبوي حاب أقول لك أنت حبيبي وتاج راسي. هذا اول مره نجي جلسه واحده. سعدون بدر اسرع بدر. ليش تحمل مشاكل اليوم؟ اجلسوا يا اخوان خلينا نجي جلسه واحده خلينا نجرب انفسنا. ايه. ننفع ولا ما ننفع؟ اقعد 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 نادوا الجميع نادوا الجميع. هل نستطيع نجلس جلسه واحده؟ لا ما نستطيع. بعدين انت مساعد سفير وقفه لازم تصير ثقيل يا صالح. ثقيل كم؟ انا زايد 3 كيلو مع الغندور. نواف جونسون كل مراكبين ديتسون انه خفيف كريشه كريشه ولكنه ثقيل. عندهم رحله بيسوونها الى حايل يروحون بنروح اليوم صدر 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 نحتاج موت انا بيب السلام عليكم رفاق. السفير مريحين يريح هذا بيض وجيه يروح صدر يا صالح يا صالح يا صالح يا صالح صالح عبد الكريم. انا اليوم انا اليوم يغيرون عيال طال عمرك يلا انت وين الهوات تفضل. انا اليوم جمعتكم يا الربع اسلم نبي نناقش بعض الامور. يلا جمعنا على خير. انا شفت ما في صراحه بيننا وتكتمات. اي والله يعني انا كنت امشي مع حرامي نفس المهنه وما علمني الاخر شيء. صحيح صحيح هذا ممكن ذكاء. وانت مصيبه. طيب خلاص نفتح صفحه جديده. لا احد يجيب طاري شرق ولا احد يجيب طاري ريفيوات ولا احد. هذا صفحه رقم كم؟ توبه نصوحه. رقم كلمني احد ولي الامور قال انا ولدي بكره يمكن يسوي مثلكم يسرق فيديوهات. صحيح قلت احمد ربك ان طلب حرامي بس فيديوهات وجاي احمد ربك. الله محييك يا هلا ومرحبا. الله يحفظك. ابو فيصل درب السلامة. اي والله صادق المدارس الحين تبدا فيصل اليوم ريفيوات. اليوم استاذن شو سوى؟ لا هو مجاهد البلاي نبغى نجلس. لا يطلب منه يطلب منه واجبات. لا لا والله صدق مجاهد. شو اسمه لازم شيء ينظم الجلسة. طيب شيء ينظم الجلسة. الكروت اللي معي كل واحد يختار كرت وسولف. حلوة ابشر. اي جيبها 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 سولف عليها بكل هدوء يا عيال نتحدى. طلعت الى ورقة المطر قوم منقو كلنا نقعد. كم جانا احمد الصادق. اتمنى ما تطولون. احمد الصادق وجهك يذكرني بنكبات الايام داخل على الله. لا تشوفك عيوني. لا لا محشوم محشوم. شوف تراه كمين ترى الان يقولون اي واحد يخاطب الاعداد خصم. اي يعني خاطب. انا ما خاطبت الاعداد انا علي صح اكلم نفسي. إيه زي ابو مجاد مكلم نفسي في الجلسه عاد. يوم جابها هاشميه يقول ايش جالس يا بنتي من الصبح تبكين ترى دموع العين ما هي. هاي انا كمان تحزني حق من جويبن. تحزني والله. الله يرحمك. لا تحزني زودن على الجهة. الله يرحمه ويغفر له. يحزنك حياك الله يا فيصل. الله يكثر خيرك. باللي جا وباللي جا واهلا هلا باللي جا باللي جا يا مرحبا باللي جا باللي جا. بيض الله وجهك. صلوا على النبي. واحدة بيض الله وجهكم واحد تعال هنا. وبيض الله وجهك يا خالد ونواف وخليل وابو مجاد. بيض الله وجهكم ولا هو فيكم كلكم. ابو مجاد عزرانكم وسعدتوه. وهذا ترى مو حقكم والله مو حقكم لكن الوالد قال دقوا عليه بشكل سريع وقال على خفيف بس لكن حقكم ان شاء الله بعد البرنامج. كل واحد منكم له كرامه. اي والله الله يخلي لك الله يطول في اعماركم. خيركم رحم الله والدين. نشوفكم على خير ان شاء الله. وين اليوم؟ وين هذا جاء ابوك استدل لك ولي امرك استدل لك والله دلع حلوه ذي. انا ادق على ابوي. با ادق على ابوي قريب. الحلوه ذي نظام المدارس. نظام استابع والله المدير حبيب. اللي جاك الحصه اللي قبل الاخيره ابوه جاء. الله يوفقك. سلم على الوالده والربع ان شاء الله. يا سلام سلمنا على الوالد. ابيض وجهه ترى ابغاه من ابشر به. يقرا يقرا يجي الحين يستاذني. سلمنا على الوالد. ابدك على ابوي يستاذني. ابدك على ابوي يستاذني انا. نسمع من ابو امجاد يا الربع. نسمع من ابو امجاد. ننقسم جلستين ما فهمت. ابو غالي يعني جلسة تقوم وجلسة. لا في امثال شعبيه مكتوبه. كيف القهوه يا شباب؟ مقلوبه مكتوبه بالمقلوبه. دقيقه كل واحد يقرا ويعطينا المثل. يقراها يقرا المثل بالمقلوب ويعطينا المثل. جيبها يلا. جميل ابد جيبها. وانا اجيب اقتراح يا اخوان. هو فيه ضحك كذا وسوالف. اجيب اسمع شيء وايد. لا لا خلاص تجيل. لا لا عطنا نشرب عبد الله. عطنا على العطر نشوف. يلا شيء غرايح. ها يلا ياسر سمعنا اي شيء. عطني شيء عندك. ابدا يا ابو عابد اعطونا قصص اعطونا شيء. يلا خلنا انت ولا ياسر. يلا ما شر اللي على ضوء القمر شامل ما مركم عود موزين. لا هذه ما تصلح.
والله هذه ما تصنع. يلا يا شباب ياسر لازم نشيلها طلع المدرو علينا جماعيه. يلا لا 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 ليش لا نبغى اغاني. لا لا نشيد زين عندي. طيب خلاص نسمع قصه من بدر. قصه عند بدر. خلي السفارة عجب تضل قصه عند بدر يا نواف لو سمحت. آه. هذا اول ما بدر لقيت السالفه واحد مع زوجته فجاه يناديها يا خاله. يوم اني طلعت برايم لقيت يقول سالفه واحد يقول راح مع ابوه شيء اللي هو ناديه يا عم. والله ما ضحكت عليك. كان يا مكان يا جماعه هذه تصير قصه صارت. طيب كم دي كم يكفي كم يكفي كم مدتها؟ تخيل انا كان في يوم من الايام. والله بدر عندك سالفه قولها. اي سالفه بسم الله. ترى ما عندي قصه بس اضغط. لا لا قل قل انا خبرك ما عندك سالفه. والله عندي قصه. عندي قصه اسمع. صلات كيف حالكم؟ يلا يلا بعطيكم نبغى نفعل الجلسه بدون تقاطعات بسرعه. بدر عندي سالفه بسرعه. ما عنده ما عنده بس دقيقه. يا اخي قصتك طويله بتجي. ابو امجاد ابو امجاد ابو امجاد بالله. طيب كم تبغى؟ بس يقولون قصه ونلعب. سجل 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 اليوم ابيات يكسر الجو. لا انا بعد عندي قصه بالله ما تجي طويله. بس او عذر البيات اللي قلتها. بدر ترى طويله ايش وراك يا والله طويله. تعال هنا لازم احفظها. عطنا صدى يا قلها تعال ابو امجاد يلا صدى لازم كلها يا اقرا. جيت لكن كل ابغى حركات يلا يا سيم العمر وفات والدنيا دروس وعبر عبر عرفتها قولها. ما في صدر يقولها. جاك مريض لا تنسى تكلم عبر شاعر. يلا يلا يا شباب شاعر والمره في خاطرك اسلم. كان يا مكان في قديم الزمان. ما عنده قصة. والله في قصة والله. بس طيب الحين كان انتهت. طرح لي قصة ولا تبغى تشوف بادرتك انت؟ تقلبها. كم تاخذ وقت؟ ابو امجاد. يعني دقيقة زرق. لا لا هذه تزبط تزبط. الملك عبد العزيز. هذا وقت عليها والكعبة. خلنا نسمع قصة فيصل. نبغى قصة فيصل. يلا يا اخوان نروح مع بدر. بدر يقول قصة. ما ضروري ما ضروري. يلا. لا نعطيه دقيقتين يا اخوان. بعد نقاطع. نلعب يا بدر. هو لا تقدر. انت ما تقدر. سلام. خلنا اجزاء سؤال واجابة. الله يحفظك. والله. لا ما يبقى قصيدة. لا لا. لا لا هذه. يا شباب واحد ومجلس. الله. طيب هذول اثنين يا جماعه اسمع. فيه اثنين كانوا حجوا وتقابلوا عند المطار. سرقوا رفيوهات. ايه ف شو اسمه؟ تقابلوا عند المطار فكل واحد مقابل الثاني تكلم قال انت كيف حجيت؟ كيف ربي يوفقك بالحج؟ الاول تكلم قال انا بصراحه والله كل فتره وانا ربي ينعم لي يوفقني بالحج. كل سنه وانا اتوافق بالحج ما شاء الله موظف واموري تمام واخذ واروح احج تمام بدون استهبال. يحيى الثاني فهذا سال الثاني قال طيب انت كيف حجيت؟ قال والله انا موضوعي طويل بس دامك اصريت انا بقول لك. قال طبعا انا لي فتره اتمنى اني احج ما قد حجيت وما قد شفت الكعبه بحياتي ابغى حج ابغى حج ولا عمره بس ودي والله بالحج. فالرجال هو موظف في مستشفى دكتور مستشفى وقال انا قاعد اجمع لي فلوس مبلغ من المال وجمعت لي مبلغ و طبعا هم مو سعوديين. ايه هم خارج البلده. مجمع لي مبلغ انا تمام وجمعت المبلغ ابغى حج. فجيت يوم من الايام طبعا انا من ضمن الناس اللي يعالجهم في طفل عالجه وكل فتره امه تجي تزوره ولا ابوه ولا قال فجمعت فلوس ابغى اطلع خلاص ابغى اروح احج الا واشوف الحرمه هي لام الواد عند المستشفى. استغرب ايش فيها؟ قالت انا خلاص المره هذه المره الاخيره اللي بنزور فيه ولدنا المره هذه بناخذه بنطلع من المستشفى. استغرب الرجال قال غريبه يعني انا مقصر معكم في شيء ولا العلاجات ما ناسبت الولد الصغير؟ قالت لا والله بصراحه انت اب حنون يعني تعتبر زي اب الولدي وعلاجاتك والله ما قصرت معانا بس بصراحة المبلغ اللي احنا ندفعه المستشفى ما كفى الولد. وحنا بنطلع وزوجي طلع من الوظيفة كان موظف طلع وما ظروفنا صعبة ما نقدر نطلع. حزت في خاطر الرجال ورجاء ايه الطبيب ذا وراح واتصل على مديره او بالاصح راح عند المدير حقه وكلمه قال له انا عندي طفل وقص عليه الموضوع في الام في الطفل ذا قال انا ابغاكم انتم المستشفى انكم تعالجون على حسابكم انسانيا يعني. المدير عصب قال المدير وش شايف المستشفى هذا جمعيه خيريه وش ما بجمعيه خيريه احنا مستشفى خاص ونبغى الفلوس ما اقدر والله اخلي ولد عندنا. تضايق الرجال قلبها في راسه ومع الفلوس رجع البيت وقعد يدعي قال يا الله انك تعرف حاجتي وانا اتمنى اني انا اخذ حجه
واتمنى يا رب اني ازور بيتك، بس والله اني باثر على نفسي الفلوس هذه اللي جمعتها يا رب بعطيها الام هذه والطفل انه يتعالج. تعرف يا الله اني ودي انا بالحج في سهلها من عندك. جاب فلوس وعطاها الرجال والحرمه هذه عشان يعالجوا ولدهم. الله رجع البيت ونايم، نايم في نص النوم لو يجيه اتصال يرد الا واحد مستشفى يقول له ترى مدير المستشفى دائما يروح الحج يحج، وكل ما يروح ياخذ معها دكتوره ولا معها ياخذ مع دكتوره معه طاقم طبي معه. فذاك الوقت كانت الدكتوره تطلع معه حامل تعبانه ما تقدر تطلع ويبغى يعوضها بواحد، قال خلاص تقدر انك انت تطلع معها تطلع انت معها تعوضها من على قال تيسرت. الرجال من الفرحه راح سجد سجود الشكر عشان انه يطلع معها. فقال انا ما عندي مشكله بطلع. كلم المدير ان فلان هذا الدكتور ذا انه بيطلع مع المدير. هالمدير انبسط وقال لك مني مكافاه مبلغ مالي اعطاه اياه. طلعوا مع بعض وهم حاجين يقول قصته الرجال ذا يقول قصته للمدير. قال والله انا موضوع الفلانه هذيك والطفل اللي انا جيتك انا وانت كنت معصب وقلت لك انا ابغاك تعالجهم على حساب المستشفى موضوعهم واحد اثنين ثلاثه وانا اللي انا اتكفل بالعلاج ايوه وعالجهم ومعاهم من اول. فالموضوع واحد اثنين ثلاثه. الرجال حزت في خاطره قال والله ما انت اكرم مني. الطفل بيكون مصروفه على المستشفى ولك مني المبلغ اللي انت دفعته للام هذه والطفل بيرجع لك. وفوق كذا انا بفتح قسم خاص بالمستشفى للمساكين ولا ايوه لهم خاص اي احد مسكين ولا ظروفه صعبه في المستشفى لها. سبحان الله تيسرت له حجه. شوف سبحان الله تيسرت له حجه وتيسرت والمبلغ الفلوس رجعت له. فوق كذا يعني شوف رسم البسمه في وجه الطفل والام والاب. الله يجزاه. هذه كانت قصه جميله والله. قصه جميله. الله يسلمك يا شباب. هذه أمثلة شعبية معروفة. وش كان الموضوع؟ الولد مكتوبة بالمقلوب. الولد شو الموضوع؟ صك على اسمع يا نواف. لا أنا أسألك شو أنا مدير بدر عندك شيء تكلم معي؟ لا أنا اسمع أسألك أنا أقول مرضو شو الولد شو الموضوع؟ يا تقوموري أتكلم يا نواف. بس دقيقة سؤال أنا سألت قلت الولد شو كان مرضه؟ كان معك كان معك بس أنت حافظ سألك كذا ترى السالفة مكررة قد قالها أبو أمجاد. ابدا اسمع نواف صل على رسول الله. نواف مو شغل نواف يا نواف كان مرض الطفل. طيب كان معك هذه السالفه انت ذكرتها قبل ذكر عافاك اسمع الحين هذه طالع مالكم الحين يجيك حساب بعلم الكويت هذه امثال شعبيه مكتوبه مكتوبه بالمقلوب. وين رايح يا عرف لانه يعرف والله معك هو يعرف راسه. كل واحد كل واحد يقرا المثل ويعطينا معنى. ما هو يعطينا معنى هو مكتوب بالمقلوب. الله تبارك الله عرفت ويقلب هي يطلع النات. يلا يا سعدون يلا يلا انت لك محاوله واحده تقول المثل وتعطينا الصحيح يعني ترتب الحروف الاماراتيه لا لا تاخذ اول واحد اختار لك واحد منهم. شوف بالله شوف يعطي قلبها ابو امجاد كان مصدع يعرف الصقر يشوي اول واحد صاحبي الله يوفقك. يلا انحبنا فداك عنده شقيق مشى مشى لا لا الورقه تمشي اسبوع يا وائل ضبط العصبه خذ لك واحد منها بس اقرا اقرا القرد في عين لا 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 اقرا اقرا القرد في عين ام غزال بس اقرا اقرا من هنا لا لا لازغ هما نيع يف درقلا 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 القرد بعين امه غزال. يلا عطى اقرا اقرا يا ياسر بصوت بصوت اقرا اقرا اختار اي واحد واقرا بصوت عالي. لا 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 اختار شيء سهل. حلو حلو هلا هلا لا لا دقيقه اختار شيء بسيط. هذه يا صاح لا تعلمه خليه يختار له واحد يقرا. ثلاث دقيقه اختار شيء ياسر اقرا طيب كله اقرا بصوت عالي. طيب رصيك ها ذلاك لبح ايش في ذلاك لبح رصيك او ياسر ارفع صوتك رصيك ذلاك يا الله يرحم والديك. يلا يلا يا ياسر خلنا نسولف حبيبي. طيب ما قدرت تعبت لي وما شدد المره ترك معي ابو مجاد وقع في شوف هو اللي وقع رصيك ذلاك لبح. طيب ذلاك لبح رصيك لا لا هو كذا ما خله خله يقرا الكلمه مقلوبه يعني اقراها عكس عرفت لبح رصيك ذلاك
يا اخي خلي اقرا من هنا من هنا اقرا من هنا. حبل الكذب قصير. لبح هذا انا عرفت اعكسها كذا من كثر ما قلبه. حبل والله من كثر ما قلبه. فقرتك مروح والله انت مروح. حلوه حلوه كم صديق قصير ما في وقت خلص انا مره كنت رايح تحت 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 لا لا تحت تحت وائل يخرب نواف صفق لي حبل الكذب هو اللي مشغل الناس والاصل اقرا اي حاجه اقرا هذه شين الشرج على البقره اللي فوق اللي فوق هذه كانك تقصدني يا غالي بس اقرا بصوت عالي يا بدر لا يا والله بدر ايش اختار لك واحد وقرب صوت عالي اقراها بالعكس اي اقرا نفسك كذا ما مكتوب من اليمين لليسار هقا قلت يا غالي هقا نخ بحي سبل سبلع متعشي شباب اي واحد هو اللي تحت هذا ايوه طيب ايش معناه يلا جاوب يا مدر كريم سبلع جاوب يا تقول عادي عادي واحد مفلوم يقول لك هقا نخ بحي سبلع يلا جاوب والله الفلق يا حقانق كريم سبله يلا لا لا اقرا اقرا حقانق البس حقانق صح ايوه صح وش يا يلا صح صح طيب خلاص مشي اعطيت اقول ثاني لا لا خلاص اعطيت اعطيت نواف هذا عند نواف هذا مدير ازياء وائل اختار لك واحد يا شين السرجع بقرة اقرا لا لا هذا قصه 50 دي اقرا اقرا هذا حقت الرجاء اقرا هذا اقرا هذا كل لا لا هذا هذا والله طولت يا خالد لا هذه خلاص كل الله الا الا ناس بعين ها طبع عبط نيب كل يرى الناس بعين طبع يا سلام دوري ابو مجاد ابو مجاد حق فقر حق خليك خليك يا ابو مجاد طلع صعوبه التعلم زي ابو مدور حبيبي بدوري اشكرك يا بدوري طلع الفواصل طلع الرز اللي بس هذا هذا انقهر هذا انقهر الله على العصبه هذا الامارات هذا تعرفوني هلا مرحبا اخر واحد وائل صالح طيب او وائل صالح ايش العرب اخي ذكرتنا بوائل السوق الله يضرب الخير معي شباب عطر عطر يا خليل عطر يا خليل ها صدقت اي ها يا خليل نشكركم لا ليش والله حلو حلو خلي يزعل والله انه انا خليه يزعل يلا يا شباب طالع البدر علينا من ذري العزاء ودب الشكر علينا ما تدعى طلعت جبته وطفيت يا شباب يا شباب في لعبه حلوه مع ما معي شيء هات اعطني انا معي العاب يعني واحد ماسك لو سمحت لو سمحت انت تكلم يا اخي لعبه كادي والله ابو مجاد ما يخرب اي شيء تسويه روح تخرب علي انا خربت عليك يا هذا الشخص يلا يلا سو والله ما جيب اوراق لا مو الله يمين معه لا لا ايش معك لا يمكن مع بعض لا ايش معك فيها ليش تقول السروز كذا فكرت علي يا اخي يا اخي بلك الصلاه يرحم والديك انت مره قلت ما بقول قلت يا اخي فيك ملامح واحد ياخذك انا استحيت يا اخوان احد الموجه نسمع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عنه قوم ومخ ساعه تجر الليل الطويل ودرع شعار الشجاع احنا نبغى نلعب قد يقول لنا هم اللي ما يبغون يلعبون انا ابغى العب لا اسمع والنصيب يصيب فكر الله يا احمد ايوه يلا يلا يا ابو مجد يلا تعجبني ابدا خلاص يلا يلا ابو مجد بدا لا لا اسمعك لا والله عندها ما عندي شيء يلا يا ابو مجد طيب بدر عندك قصه سالم قصه ثانيه خلاص لا يلا نواف نسمع قصه بدر انا عندي قصه بتغسل صدق والله اي يلا انت المسؤول عن درتنيا ولا وش يلا نسمع معك يعني يلا قل قل خلاص ما مشغله خلنا نتكلم طيب يا اخوان بدر عنده سالفه نسمع يلا عندي لا لا مو بكل شيء بدر بدر سلامات الله يرحم امك قصص بدر اطول من المسلسل هذا ميشيل قاعد يحتفل انا عندي في ناس ما يحبون قصص بدر خلهم تقول ما بس عندي محور بابا يقولون العصغيين يربونه هاني عندك شيء ولا هاني انا عندي سؤال لا لا سؤالك هذا خلينا حلو خلنا نسمع على السؤال عطنا جيمات من يقول ما في ربط ما في ربط
نحن معيط. لا أنا عندي سؤال جميل. لا والله رسمتي أحسن من هذا. عندي سؤال جميل. والله هذه حرام بسكت كذا من الشباب. ليش أنتم يا بليز؟ أقسم بالله فخمة. والله في سؤال أي أحد فيكم ممكن صادف حياته واحد يعرفه واختفى بشكل مفاجئ؟ أنا. يلا اي فنبدا من ابو امجد. والله واحد حيرني تفضل. بالله ايش ما في احد قد اختفى مفاجئ عندك؟ لا ولا شيء. كيف اختفى يعني هديه؟ يعني تعرف شخص واختفى فجاه ما ادري ايش عنده. ما ادري الله ما خلق هذا مو شخص هذا التنين. ها لا في في ما قد تكون هوايه وفقدت الغلط. لا ما وفى هو حي يرزق بس فجأة. والله في واحد يا اخوان صلوا على النبي. هذا في واحد في الجامعه تواصل معك كنت ابغاه في استضافه. خلينا نسمع شباب استضافه. ايه طيب شباب شو اسمك انت حبيبي؟ وايد كان واحد من الشباب متميزين والله عندنا في القسم التقني فطلبته في استضافه قال لي تم تواصل معي في الواتساب. والله يا اخوان انه اختفى فجأة الى يومك قبل شهر بس احصل له صوره انه صار مدير شركه مدري ايش ولا بس من وقتها المحادثات اجي له واتساب اجي له تويتر تواصلت مع اخويا ما في اي رد فجاه حصل صوره رسم هدفه وانطلق وخلاك جالس ركن التنجيم شكله الله ركن التنجيم طيب بدر طبعا اي شخص في حياتك اسمعش بقول اسمع ركز بيه وانا اتكلم حياته بيطلع في حياته ركز بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ما بعد ايش فيك يا نواف؟ لا عادي والله جد عادي انا اللي الحمد لله بسرعه لا يطول عندك والله شيء ذا يمكن اغلبكم ما بيصدق في شخص اختفى سنتين كاملة وما شفت اسمع سنتين كاملة اختفى والرجال ما لقيته تخيل وين في الحائر هنا في البرنامج لا تلقيه كان موجود وين والله ما تصدق والله ما تصدق والله ما تكلم والله ما تصدقون قلت لي عنه شخص اختفى ولقيته برنامج من تتوقعون مين انا عارف عبد الكريم والله اني اعرفه قبل سنتين كنت وياه يعني بحثت عنه اختفى الرجال والله العظيم يا جماعه انا لقيت له برنامج يكون في بينكم موضوع ويختفي والله ما تدري ابو بندر انا كان لي واحد ليته كان موجود عبد الكريم انا كان لي شخص كان واحد اثنين وشو على شخص والله لا شوف يا انا بغدا اوريك جدول يا ابو مدوخ خليني يقوم تقوم طار جلسه فيها بدر ما صار وائل بدر يلا احترم الرجال يا اخي تفضل تقوموري احترم الرجال يلا لا تعطي ضارك يلا لا انا كان في واحد تعرفت عليه في احد الجلسات المغلقه واحد الاجتماعات يا اخي واختفى عن وجه الارض لحد الان سبحان الله والله اني كلمته واتساب كلمت ارقامه بحثت عنه سالت الناس يعرفونه كل ما يدري ولا باقي سجونه مره بس يا اخي والمقابل اكيد والله اختفى انا ما بدس يعني سنسال حنيني يا اختفى اختفى حد الساعه هذه يدور في المقابل انا مو حنيني خويك لا لا بس لا يعني جمعتنا به الصدف اللي عندي لا الغرفه المغلقه الغرفه المغلقه عقب ما عاد شكل الغرفه المغلقه ثاني ولا عاد افتحوا الباب لا قفل الدريشه يلا اسلم ابو مشهور الله يكفي الشر انا والله ما عندي احد الحمد لله كلهم موجودين بدر عبود عبود هل تعرضت للفقد انت ترد علي وانا ماني موجود وترد عني وانا موجود اي والله بس سديد يا ابو قال ان اليوم انه مو ابوك ما عندي انا في ناس تتمنى تختفي ارجع انا صراحه واحد زي على لا عشان اسلم لا عشان تبي والله حلوه ابو ياسين ها شوف صفز الموضوع في زميل في الكليه ايوه انا كنت كليه وبعدين قلت كليه ثانيه اختفى الرجال لحد الان ما ادري فين هذا الكلام ممكن من 12 13 عطنا اسمه يمكن يتابعنا يلا استر عليه تلقى مدير شركة الحين نفس خوي وياي نفس خويك يمكن تلقاه في الفيسبوك ترى ما صار مدير كذا تمثيل على والد تدري ليه تفشل منه ياخذ رفيوهات يجي بس فنوجه شباب على اختفاء المفاجئ سبحان الله انا في بال الموضوع في بالي من زمان واليوم سبحان الله صادف خويي فيصل عليه رحمة الله تجينا واطلع لك اللي يقول اختفى فجأة ويدق عليه ما يرد انا في واحد سلف مني 300 ريال قبل سنين حقت الاختفاء دي قبل 10 سنين 10 سنين ولا يوم كنا شاري تذكرة اختفاء ولا بحتة ولا يو صح ذكرت اختفى عن وجه الارض اي والله يوم جبت طاري السلف شكله انت المزلف والله العظيم جتني ذكرتني بسالفه صلى الله يوفق ويسر امره وبحل سدده لا مسلم اذكر والله كان كنت لا اله الا الله جاني مبلغ 2000 ريال و 3000 ريال حق عمل شغله معينه وجاني رزقها سبحان الله هذاك اليوم اللي يجيني واحد من اخوياي اول مره يدق باب بيتي سبحان الله الظهر دق
عندك خبر في 2000 والله العظيم كانها له والله كانها له والله يوم جاني فتحت الباب عطني 2000 هلا هاني كيف حالك طيب وعيون ودموع ما سكها مره يا الله قلت ايش فيك يا ولد قال هاني زوجتي بتولد ولا عندي مستشفى ادخلها قلت لا اله الا الله قلت كم تبي طيب الحين قال ابي نفس المبلغ اللي معي والله ما ازيد عليكم قلت والله يا ولد قلت طيب سم عادي اسولف معك بعدين العصر اشوف قال لي هي بد قلت خلاص والله اروح يعني على اساس اني احاول ادبر له مبلغ يمين يسار اي مكان ما قدرت ادبر له مبلغ قلت والله باخذ المبلغ واسم والله الى هذا اليوم ما قد شفته طيب الولد كم عمره الان الى هذا اليوم ما شفته ولد ولد لكن اسال الله يوفقه ولد لا 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 ولد تلقى سرق فيوهات لا في ناس ترى يستغلون الناس الطيبه لا 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 اسال الله يوفقه بحل والله والله اي يا بد بحل كم الدموع اللي نزلت ذيك ما اظنها كذب ابد طيب انا سالم موقف ممكن اتعشر انا سالم موقف بس ما اختفى اي لا لا صعب حل الله يوفقه انا اول ما توظفت طبعا امور طيبه دق علي واحد من الشباب شرواكم زميل دراسه كيف الحال انا اعرف ظروفه شوي يعني فقال لي احتاج منك 5000 ريال قلت والله ابشر حوله 5000 لان ابوه متوفي وعنده ظروف قلت لعله وعسى بيعالج الحاده او شيء شو الا اشوف في السناب واصل مطار دبي ايوه نواف معي ما كسر اسمع السالفه اوه مطار دبي ايه او نعم جوا عند النافوره رايح لضيوف اللي جو في رحب قلت خلاص الله يهني يعني خلاص انا سلفت عاد ما ايش دخلني ان شاء الله يحرقها خلاص صح والله مرت الايام جاء وقت الزواج محتاج السلام عليكم كيف الحال والله اذا المبلغ موجود احتاجه شوف يا اخي تستحي والحاجه لك والله لا لان خوي يا اخي لو يطلب عيوني لا لا خل عيونك احترمني يا اخي والله صادق والله صادق قال لي تخلي شو رد علي قال لي والله فلوس ما عندي بس اذا بغيت تروح روح مكان ما تروح لو تبي تروح تبلغ هو يقول لك كذا بدون ما تهاوشه والله ادب انا في واحد ايش قال ايش قال وش سويت خلنا نفضفض البعض ايش قال والله ما علي منها والله ما علي منها بالعكس انا اشوف اني المبلغ هذا شريت فيه يعني اختصرت عليه الحياه معك يا سلام شريت فيها ذمتك الواطي عرفت انت ايش قيمتك وش قيمتك انا اعرف ظروفه ماديا ابوه كان نعمه وتوفى ما كلنا عندنا ظروف لا كلنا عندنا ظروف حتى